انطلقت في عدد من أقسام مشروع الجزيرة زراعة القمح ومحصولات العروة الشتوية في مساحة تبلغ 400 ألف فدان حسب الخطة التأشيرية للموسم الزراعي 19 و2020 و2000. وأقر رئيس جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة عبد السلام الشامي بالعقبات التي تعترض تمويل البنك الزراعي لالتزامه بسقف التمويل المحدد من البنك المركزي، ودعا قطاعات المزارعين للالتزام بالمحددات الفنية للري، مناشدا وزارة الري بزيادة آليات الغيط لإزالة الأطماء والحشائش من قنوات الري. أكملت إدارة وقاية النباتات بولاية الجزيرة حملات مكافحة الطيور الضارة التي تهدد محاصيل العروة الصيفية في مساحة واسعة من أقسام المشروع. وقال مدير إدارة وقاية النباتات بولاية الجزيرة عبد المنعم حسن خليفة إنهم حريصون على مكافحة الطيور التي تهدد محصولي الذرة والدخن في الغابات والأشجار المتفرقة بمحليات الولاية، ونبه لأهمية مكافحة الجراد ساري الليل وذبابة الفاكهة، وأعلن أن لجنة تفتيش المبيدات ضبطت عددا من المخالفات في أماكن بيع وتداول المبيدات.